جميل اكتر مني. فالحمد لله لغايه ما هو وصل لغايه المعهد العالي دوت، واشتغل الاول في مصنع بتاع الكهرباء وحاجات زي كده اهوت، وربنا اكرمه بعد كده بالشغله بتاعت المتر، قدم فيها والحمد لله نجح فيها يعني كده اهوت، وربنا اكرمه بدعانا يعني ليه. فبعد كده اهوت الحمد لله لما ربنا كرمه بالمترو كده اهوت وراح وقبل هناك، بقى يشتغل بقى على حسب المواعيد بتاعتهم. محمد الله اكبر عليه، بيستوعب المعلومه بسرعه، وغير كده اصلا ان المترو بيبقى فيه اصلا كهربا، وغير ان الكهربا هو ليه خلفيه كبيره وبيقدر ان هو يعني ايه يستوعب. فطبعا محمد بعد ما استوعب الموضوع وكده امتحانه في 3 شهور، وطبعا 3 شهور ده في حد ذاته يعني حاجه فيها انجاز كبير، ويمكن اكتر الدفعه اللي هي يعني ما شاء الله كانت مجتازيه الاختبار. هو حبيب المهنه بتاعته، اي بني ادم بيحب المهنه بتاعته هو اللي بيحبها وبيحب يمشي فيها كويس. هو اولا زميل اخويا الانتيم، فكانت معرفه كويسه يعني ان هو زميل اخويا، وهو بصراحه زوج كويس يعني حنين ومحترم وصديق كويس برضه. هو دايما بيبقى حريص على ان هو ينام بدري ويقوم في ميعاد شغله كويس، وان هو لازم أن يكون قبل البصمه بتاعته بدري بمده كافيه، وبيحاول بقدر الامكان ان هو يحافظ على شغله عشان طبعا ما يخسروش. خلوق جدا وخدوم كمان، مش معانا بس لا مع بقيه زمايله يعني ما شاء الله عليه. فمش بشكر فيه بس يعني عشان اقول ان هو يعني حاجه كاريزما، بس لا انا بقول فيه حاجه حقيقه يعني ما شاء الله عليه. فربنا يكرمه يعني في اللي جاي، وانا اكيد زي ما هو واقف في ظهري انا كمان اقف في ظهره. اقول له ربنا يبارك لنا فيك ويخليك لينا يا رب كده اهوت، ويديك الصحه ويرضيك باذن الله كده اهوت.